رجعنا لكم بعد الفاصل، ويمكن قبل الفاصل اكيد كنا بنتكلم عن مباراه نادينا النهارده اللي هتجمع نادي الزمالك مع نادي الاسماعيلي، اللي ان شاء الله اكيد بنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في المباراه المهمه مع الدراويش النادي الاسماعيلي. خبر مؤسف بصراحه وخبر محزن لكل الزملكاويه. خلونا اقول الف مليون سلامه على الاسطوره. ما انا بقول اسطوره، انا عارف يعني ايه معنى هذه الكلمه اللي بتنطبق على نجم كبير وهو محمد عبد الشافي. زي ما انا بقول لحضراتكم خبر محزن، خبر يعني كان صادم لينا، اصابه النجم محمد عبد الشافي بالرباط الصليبي. وبصراحه الخبر بالنسبه لنا يعني اكن واحد من اهلك او واحد من عيلتك هو اللي اتصاب. انت مش مجرد عبد الشافي بالنسبه للزملكاويه وعبد الشافي بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه، انت مش مجرد لاعب بتحبه او لاعب بتشجعه. عبد الشافي لعمره قصر، عبد الشافي لعمره اتاخر، عبد الشافي شخص في اصعب الظروف دايما بتلاقيه في ظهر ناديه، دايما بتلاقيه يعني بيعمل كل حاجه عشان ناديه اللي هو طبعا نادي الزمالك. لعيب عمرنا ما شفنا له مشكله، لعيب عمرنا ما شفنا له اي شكوى. عبد الشافي لو هتتكلم عليه او لو هتوصفه يعني اقل من حقه، فمحمد عبد الشافي هو المثال الحقيقي للانتماء وشرف المهنه وشرف ازاي لعيب بينتمي لناديه وبيحب ناديه وبيعشق ناديه. عبد الشافي بصراحه اسطوره كبيره جدا جدا من اساطير نادي الزمالك. عبد الشافي بنتمنى له كل السلامات وكل ان شاء الله ان هو يرجع في اسرع وقت. عبد الشافي يعني انت بتتكلم في لعيب خلاص كان اعلن اعتزاله، لكن اما ناديه نادي الزمالك طلبه تاني انه يكون موجود، وناديه نادي الزمالك اما طلبه تاني واحتاجه انه يكون موجود في قائمه الفريق، الراجل ما تاخرش وقال لك انا موجود، وقال لك انا هلعب، وقال لك انا هعمل كل حاجه عشان خاطر نادي الزمالك. فعبد الشافي بصراحه من اللعيبه اللي ما فيش منها اتنين في الكره المصريه. عبد الشافي دايما يعني هيظل اسطوره نادي الزمالك، حكايه من حكايات لعيب كره القدم يعني بصراحه الكبار جدا في تاريخ الكره المصريه اللي هيتحاكى عليها اجيال واجيال. فان شاء الله باذن الله بنقول للكابتن محمد عبد الشافي الف مليون سلام عليك، وكل جماهير نادي الزمالك يعني منتظراك مره اخرى ترجع بالف مليون سلامه وترجع تبقى موجود في قائمه نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه، حتى لو هتلعب ماتش ولا ماتشين وبعد كده تعلن اعتزالك، لكن ان شاء الله كل جماهير نادي الزمالك منتظره يعني عوده ومشاهده محمد عبد الشافي داخل المستطيل الاخضر مره اخرى. فمليون مليون سلامه عليك يا كابتن محمد عبد الشافي.